وقف التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنتكلم عن محاضرة التايم سكادولينج. إيه محاضرة التايم سكادولينج دي يا شباب؟ عارفين في محاضرة الأسايمنت كان في رول كده للهيد نيرس بنقول إنه ابتداء من يوم 25 في الشهر، حد عارفه إيه ده؟ ثابت الروستر الشهري. الروستر الشهري، ممتاز. الروستر الشهري هو محاضره النهارده، هو ده الروستر الشهري، تمام يا شباب. فهنعرف ازاي بقى ناخد البرنسبلز بتاعته، ناخد الاول تعريفه يعني ايه، ونشوف الاوبجكتيف بتاعته، ونشوف البرنسبلز واحنا بنعمل التايم سكادولينج ده. هنشوف انواع الوركينج اورز والاوبشن، عدد الساعات قد ايه، ونظام الشيفتات ازاي، ونشوف مين اللي بيعمله. السيستم اوف ديفلوبينج التايم سكادول. تمام يا شباب. وبتالت يا واحدة، شوفي التسجيل، شوفي التسجيل، شوفي التسجيل. خلاص يا شباب، نشوف بقى الاوبجكتيف بتاعنا ايه. الاوبجكتيف بتاعنا من المحاضرة ان احنا نعرف الديفينيشن بتاع الترم اوف تايم سكادولينج، ليست الاوبجكتيف اوف تايم سكادولينج، ايدنتيفاي البرنسبلز اوف تايم سكادولينج، انيموريت التايب اوف سكادولينج وركينج اورز، differentiate between the option of working hours. We discuss a system of developing the time schedule. واخر حاجة اللي المفروض ان احنا هنعملها في نهاية المحاضرة ان شاء الله، ان احنا نعمل design a time scheduling for nurses. تمام يا شباب. اول حاجة يعني ايه time scheduling؟ احنا قلنا اللي هو يعني ايه الروستر يا شباب، او ايه التايم سكادولينج ده؟ ده امبورتنت فانكشن ان هيومن ريسورسز مانجمنت. في يا شباب الصوت مش واضح؟ لا واضح تمام يا دكتور نور. في مشكله يا شباب؟ الصوت واضح كده يا شباب؟ واضح يا دكتور. تمام ماشي. لو الصوت مش واضح او في حاجه الفتوا بس انتباه. تمام بقى، ايه هو التايم سكادولينج؟ قلنا ده امبورتنت فانكشن في الهيومن ريسورسز مانجمنت، وير باي الوركرز ار اسايند سبيسيفيك دايز وسبيسيفيك اورز. يعني ايه؟ يعني ايه التايم سكادولينج؟ التايم سكادولينج ده قلنا دي وظيفه مهمه في الهيومن ريسورسز مانجمنت. الهيومن ريسورسز مانجمنت دي موضوع كبير جدا، بيتكلم على اداره الموارد البشريه اللي من تبتدي من اول التعيين والاعلانات، وبعد ما عيننا الناس نبتدي نشوف الناس دي هتشتغل ازاي، هنوزعهم ازاي. تمام يا شباب. احنا بنوزع الوركرز اللي عندنا او النيرسز اللي عندنا دول، بنشوف بنوزع لهم ايام شغل معينه بعدد ساعات معينه، وهنفهم ازاي. تمام يا شباب. السكادولينج ده هو ايه؟ يعني ديستريبيوشن اوف اورز to be worked by each person during each 24 hours 7 days a week. يعني انا بشوف كل نيرس بتشتغل كم ساعه في اليوم، بتشتغل قد ايه على مدار الاسبوع. تمام يا شباب. ليه احنا بنعمل التايم سكادجولينج؟ ايه الاوبجكتيف منه؟ ليه احنا بنوزع النيرسز وبنحدد عدد الساعات اللي بيشتغلوها في اليوم، وعدد الساعات اللي بيشتغلوها في الاسبوع، وعدد الساعات اللي بيشتغلوها في الشهر؟ حد يقدر يقول لي يا شباب ايه الفايده او ايه الاوبجكتيف من ان انا بعمل تايم سكادجولينج؟ ليه بوزع وبحدد عدد الساعات اللي النيرسز بتشتغلها؟ حد يقدر يقول لي كده؟ يا دكتور الهدف اللي احنا كلنا اساسا بنسعى له ان احنا نعمل كونتينيوتي اوف الكير، ان احنا نوفر الكير للبيشنت. تمام. تقدر انها توصل ده يعني على طول باستمرار من غير ما حد يتعب. تمام. ايه تاني يا شباب؟ عشان ما اوزعش عدد كبير على وقت معين وعلى وقت تاني ما الاقيش فيه تمريض اصلا او ستاف. ممتاز ممتاز. ما اجيش في شيفت والاقي عدد النيرسز كتير جدا، ما فيش نسبه وتناسب بينهم وبين اعداد المرضى اللي موجودين في القسم، واجي شيفت تاني الاقي فيه ممرضه واحده وعدد النيرسز كتير. لازم يكون في بالانس. ممتاز. ليه تاني بنعمل الروستر؟ وطبعا الروستر ده زي ما كنا واخدين في الاسايمنت، دي حاجه بتتعمل ان ادفانس، يعني حاجه مقدمه. النيرسز عارفه ان انا الاسبوع الجاي او الشهر اللي جاي واخده شيفتات كذا وكذا وكذا. امتى صباحي، امتى مسائي، امتى سهر،
الراحات بتاعتي وضعها ايه. تمام؟ حد يقدر يقول لي اوبجكتيف تاني للتايم سكادجول يا شباب من خلال فهمكم كده، او ايه ليه احنا ممكن نعمل التايم سكادجول؟ ليه بنعمل الروستر للممرضات؟ ليه بنحدده؟ علشان يكون في فير يا دكتور. تمام. يبقى اول حاجه هنجمع بقى اللي انتوا قلتوه. اول حاجه تو انشور البيشنت كير وزود اوفر ستافنج اور اندر ستافنج. زي ما قلنا ما نجيش في شيفت كتير، في شيفت نلاقي اوفر ستافنج عدد نيرسز كتير جدا، وفي شيفت تاني نلاقي في اندر ستافنج عدد الستاف اللي موجودين يقدموا النيرسنج كير عددهم قليل جدا. تمام؟ يبقى ده اول اوبجكتيف. فانا بحاول اعمل بالانس عندي في ال 24 ساعه في السبع ايام في ال 30 شهر. تمام؟ طيب نو وين ان ادفانس وات انديفيديوال سكادجول ار. انا بقول لك ده بينعمل مقدما، بينعمل ان ادفانس، عشان كده كنا بنقول ان هو ابتداء من يوم ايه 25 في الشهر. تمام؟ فكل ممرضه عارفه هي هتشتغل ايه، هتشتغل ايام ايه، فده المفروض ابقى معروف من مقدما. كل واحد عنده ظروف بيظبطها على الروستر بتاعه. بعد كده بنقول تو اتشيف البالانس ديستريبيوشن اوف دايز اوف، ودي نقطه مهمه جدا. انا بوزع الدايز اوف. النقطتين اللي قبل كده بنتكلم على الدي اون، الايام اللي النيرس هتشتغلها بالفعل. طيب وضع ايام الاجازات ايه او ايام الراحات ايه؟ لو في ممرضه اشتغلت يوم جمعه ما هي بتاخد يوم راحه مكانه، فبرضه الروستر بيبقى واضح فيها شباب الايام بتاعه الراحات، الناس هتريح ازاي. طبعا مش هاجي اريح الناس كلها في يوم واحد وقع الاسم مني، فلازم برضو يبقى في بالانس ديستريبيوشن للديز اوف، الايام اللي النيرسز هتريحها. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. رابع نقطه يا شباب اللي هي في حاجه حد عايز بعد اذنكم نورهان اقفل المايك. رابع نقطه to treat fairly individual members in her distribution. لازم بيكون في بالانس في الديستريبيوشن ما بين النيرسز، كلهم مثلا هيشتغلوا 15 يوم صبح و5 سهر و3 نبط شاي، يبقى كل النيرسز بالوضع ده في فيرنس ما بين الناس، ما تديش واحده سهر اكتر او واحده سهر اقل، ما تديش واحده اريحها من نبطشيات واثقل على واحده ثانيه، يبقى في فيرنس في الديستريبيوشن ما بين النيرس. تمام يا شباب؟ واضح لحد كده؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. تمام يا شباب. طيب بقيت الاوبجكتيف خامس نقطه اللي هي تو ماكسمايز اليوز اوف نيرسينج ستاف باور اند تو اوبتمايز اليوز اوف بروفيشنال اكسبيرتس. يبقى انا بحاول احقق اقصى استفاده من القوى البشريه اللي موجوده عندي. تمام؟ ازاي؟ ان انا وانا بعمل الروستر بتاعي بحاول اخلي ناس عندها خبره مع ناس جديده مع ناس نص ونص. ليه؟ عشان نقدر نوزع الشغل عليهم ويستفادوا من بعض. طبعا الممرضه حديثه التخرج هتقدر تستفاد من الممرضه اللي هي مور اكسبيرينس، فلما نخلي الشيفت كلهم ناس مور اكسبيرينس كلهم كبار، ولا نخلي الشيفت كله واحنا بنوزع ناس تكون صغيره وتكون حديثه التخرج ما عندهاش اكسبيرينس. لازم اعمل ميرج ما بين ده وما بين ده في الشيفتات بتاعتي. تمام يا شباب؟ بعد كده الاوبجكتيف اللي بعد كده اللي هي تو ساتيسفاي البيرسونال بوز از الورك اور و بيرسيف السنس اوف ايكويتي. كلنا يبقى في عدل ما بين الناس كلها تبقى راضيه عن عدد الساعات اللي بيشتغلوها وحاسين بالمساواه ما بين بعض. تمام؟ طيب اخر حاجه بنتكلم على الكونسيدر اليونيك نيدز اوف الستاف از ويل از البيشنت. بنشوف النيدز بتاعت الستاف عندنا واحاول برضو احققها وانا بعمل الروستر اللي عندنا، في نفس الوقت لازم اشوف النيدز بتاع البيشنت. يبقى وانا بوزع اخد بالي لو حد عنده ظروف مثلا في اول الشهر بيبقى في فليكسبيليتي شويه واحنا بنعمل التايم سكادجولينج. ماشي يا شباب؟ طيب البرنسبلز اوف تايم سكادجول. انا بقى كهيد نيرس هقعد اعمل التايم سكادجول للناس عندي في الوحده. طب ايه البرنسبلز اللي احطها في دماغي وانا جايه بشتغل؟ هقعد اكيد اجيب اي حاجه واحط النهارده عليا تاخد مش عارف ايه وكذا، ولا في حاجات لازم احطها في دماغي قبل ما ابتدي وامسك الورقه والقلم وافرغ فيها الروستر؟ ففي بعض البرنسبلز لازم نتكلم عليها ونحطها في دماغنا قبل ما نعمل التايم سكادجول.
وبرضو الحاجات دي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها، لان انا حاطه لكم اساينمنت عن التايم سكادجولينج. فبعد اذنكم التايم سكادجول اللي انا هطلبه منكم الاكتيفيتي، عايزين نطبق الحاجات دي موجوده فيها. الباوربوينت باين لكم يا شباب ولا مش باين؟ ظاهر يا دكتور. اصل في حد بعت لي على الشات ممكن اظهر الباوربوينت. انا منزله لكم بي دي اف المحاضره، انا منزله بي دي اف المحاضره لو في حد مشكله، لان لو مش ظاهر عند حد يبقى نت. انا منزله البي دي اف لو حد يقدر يطلع عليه ويسمع معايا الشرح. تمام يا سنه رابعه. طيب اول حاجه في البرنسبلز اوف تايم سكادجولينج، ايه اللي احطه في دماغي قبل وانا لسه بمسك الورقه والقلم واقول يا هادي هعمل التايم سكادجول للنيرسز عندي في الوحده؟ اول حاجه انيبلز ذا ستاف تو ميت الاوبجكتيف والستاندر والبوليسز بتاعه الاورجانيزيشن. ازاي؟ اول حاجه ايه هي الاوبجكتيف بتاع المؤسسه اللي عندي، او ايه هي الاوبجكتيف او الجول بتاع اي مؤسسه صحيه؟ تقديم رعاية تمريضية شاملة. فأنا وأنا بعمل ده عايزة أحط الحاجات دي في دماغي، عايزة أشوف إيه هي الستاندر والبوليسز بتاعة المستشفى، يعني إيه نطبقها وإحنا بنعمل. على سبيل المثال مثلا إن كل ممرضة ليها 17 شيفت مثلا في الشهر، من البوليسي بتاع المستشفى إن ما تقدريش تاخدي أكتر من 2 شيفت ورا بعض، يبقى لازم تاخدي شيفتين وتريحي يوم، يبقى دي من البوليسي بتاع المؤسسة. في بوليسي تاني مؤسستي تقول لك لا انا ممكن اسمح بان انت تاخد 3 ايام متتاليين وبعد كده تريح يوم، وهكذا. ايه البوليسي بتاعه المستشفى اللي اخد بالي منها وانا بعمل الروستر او التايم سكادجول؟ لازم اخد بالي منها عشان احققها في الكتابه. ماشي يا شباب. ايه تاني؟ هل بعد ما هعمل الروستر هل هخبيه هعينه؟ ها يا شباب، بعد ما اعمل الروستر هعينه ولا اعمل فيه ايه؟ بعلن عنه، لازم اعلنه للناس. بعد ما عملته، لو عملته وكتبته وعملته ايه وان ومفيش بعد كده ومظبطه وعامله كل المطبقه كل البرنسبلز وفي الاخر طبقته وعينته، خلاص ملوش لازمه. فين الناس اللي هتشتغل ان انا اعلمها بالكلام ده؟ مش لازم اعرف الناس انت شغال ايه، مين اللي عليه من اول اسبوع في الشهر، مين اللي عليه اول يوم صبح، ومين النبطشيه، ومين السهر، مين اللي هيريح مثلا يوم كذا، في اتنين هياخدوا راحات فلانه وفلانه وهكذا. لازم اعلم الناس بيه، لازم اعرف الناس. تمام. بعد كده باخد بالي من حاجه اسمها قوانين العمل. ما هو احنا مش هنشغل الناس بمزاجنا، لا، ده في قوانين للعمل وبتقول الناس تشتغل قد ايه واقصى عدد ايام ورا بعضها واقصى عدد ساعات ورا بعضها وهكذا. تقدر تشتغل قد ايه ايام ورا بعضها ديز اون من غير اوف، والمفروض تريح بعد كام يوم شغل وهكذا. في قوانين عمل بتحكمنا واحنا بنعمل الروستر. في نقطه بقى ثانيه جميله قوي اللي بيقول لك اللي هي ايه، بروفايد الفلكسبيليتي ان ميتنج تشينج نيدز اوف البيرسونال. احنا عاملين الروستر، هل احنا بنعمل الروستر مش الناس معرضه لاي سبب؟ واحد جاي من هو جاي في الطريق كده تعب، ممرضه جايه تعبت، ممرضه مش دي هتقع مني الايام اللي جايه؟ يبقى ما ينفعش وانا بحط نبطشيه احط ممرضه واحده او احط ممرضتين. طب لو حصل اي ظرف والممرضه دي تعبت، ممرضه من اللي محطوطين تعبت، واحده بس اللي تشيل الشيفت والسهر نفس الكلام؟ فبيقول لك اقل حاجه تحطي لي 3 أو 4 بحيث ان لو واحده لا قدر الله تعبت وما قدرتش تيجي خلاص الباقيين يكملوا. برضو لو حد في اجازات او في اي حاجه او كده بيبقى في مرونه في ان انا ابدل ممرضه بعد ما انحطت، لا ده انا عندي ظرف الاسبوع الثاني من الشهر مش هقدر اخد سهر، لو ينفع ممرضه ثانيه تنزل مكاني وانا اخد اخر شهر وهكذا. مش نقول لا خلاص ده نزل ما ينفعش اغير فيه، لا ده انا ممكن اغير عادي. بيبقى في مرونه برضو بما لا يخل بتقديم العنايه للمرضى، لان ده اساسي، ده اساسي ان انا اقدم عنايه للمرضى واحافظ على الكونتينيوتي اوف بيشنت كير. تمام يا شباب. ايه تاني من البرنسبلز وانا قاعده بعمل كده اخد بالي منها؟ قال لك الديز اوف اللي هي من الاجازات
او ايام الراحات وانا بخطط لها وبحطها اخد بالي ان كل شيفت يكون متغطي بعدد كويس. هقول لكم ايام بيبقى فيها عجز. مستشفى زي الجامعة طبيعة السهر فيها ايه؟ 10 ايام، تمام؟ فالناس بتسهر من يوم 1 ليوم 10، ويوم 11 الناس دي العشر اللي كانوا سهرانين العشر ايام دول بيريحوا، لان هي خدت يوم 10 وروحت يوم 11 الصبح، فالناس دي مش معايا يوم 11. ماشي يا شباب؟ في حاجة تانية، الناس اللي هتسهر يوم 11 من يوم 11 ليوم 20، مش انا عندي ناس هتبقى سهرانة، فالناس دي اللي هقدر استفيد بيها بشفت الصبح ولا هقدر استفيد بيها بشفت النبطشية؟ يبقى يوم زي ده اخد بالي وانا بحط ان انا عندي دفعة هتبقى سهرانة اللي هتيجي بالليل ودفعة مريحة من السهر. معايا الحتة دي يا سنة رابعة؟ يبقى انا عندي ناس مريحة من السهر النهاردة اللي هو يوم 11، ومعايا ناس هتسهر بالليل، فالناس المجموعتين دول لا هستفاد بيهم في الصباحي ولا هستفاد بقوة بأي حد منهم في النبطشية. فاخد بالي من الأيام دي. عندنا كم يوم؟ عندنا يوم 1، يوم 11، يوم 21، اللي هي ايه؟ تبديل ما بين السهر اللي خلص والسهر الجديد. اليوم ده اخد بالي منه وانا بحط الروستر بتاعي، مين الناس اللي انا حطاها في الصبح والنبطشية؟ اخد بالي لأكون حط حد من اللي هيبقى سهران في النبطشية في اليوم ده مش هيجيلي، لانه هيجي على السهر بالليل. واضحة كده يا معانا يا سنة رابعة لحد كده؟ الدنيا واضحة؟ تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. طيب بعد كده في days off before وafter النايت، يعني المفروض الناس قبل ما تسهر في يوم اوف قبل السهر تبقى مريحة، ويوم بعد السهر عشان تريح، عشان تاخد البروبر ايه؟ ريست، تحصل على الراحة الكافية عشان تقدر تكمل. خلاص يا شباب؟ انواع التايم سكادجولينج. طيب انا هقعد اعمل دي هنا التايم سكادجولينج اورز، اللي هي نظام الشفتات هتبقى ازاي. احنا عمالين نقول في صبح وفي سهر وفي نبطشيه، طب الناس دي بتشتغل ازاي؟ هنوزع شفتاتهم ازاي؟ عندنا 3 انظمه لتوزيع الشفتات. اول حاجه البلوك سكادجولينج، تاني حاجه السايكلينج تايم سكادجولينج، ثالث حاجه الكمبيوترايز سكادجولينج. هناخده كل واحد بالتفصيل ونشرحه ايه هو. نعم، حد عايز حاجه؟ دكتور لو سمحت. نعم. هو في الناس اللي هي بتاخد نايت ده معناها الناس اللي بتاخد شيفت مسائي ده مريحه قبلها ويوم بعدها؟ المفروض ان هو يوم قبلها ويوم بعدها عشان الناس تبقى مريحه وتقدر انها تشتغل. خلاص تمام ماشي. يا دكتور ده بيكون في كل المستشفيات ولا على حسب سياسه المستشفى؟ ايوه على حسب سياسه المستشفى. ممكن يعني مش لازم مستشفى زي الجامعه هنا، انا اديتك اكزامبل مستشفى زي الجامعه السهر عندها 10 ايام متواصلين، السهر 10 ايام كل النيرسز بياخدوا 10 ايام الا بعض الناس اللي هي عمل خفيف او واخده اكسكيوز من السهر ما بتسهرش. غير كده كل النيرسز اللي موجودين بيسهروا 10 ايام. يبقى انت عندك السهر بيبقى من يوم 1 ليوم 10، وبعد كده من يوم 11 ليوم 20، ومن يوم 21 لنهايه الشهر. ده كده نظام الجامعه. في مستشفيات ثانيه زي البرايفت بتقول لك لا انا ما سهرش عندي اكتر من يومين ورا بعض، انا ما سهرش اكتر من 3 ايام عشان اقدر استفيد من اللي شغال معايا ده. فده كله في الاخر يا شباب على حسب سياسه المستشفى. يا دكتور. نعم اتفضلي. حضرتك قلتي ان مثلا زي على مثال في الجامعه، حضرتك قلتي مثلا بيبقى السهر 10 ايام على بعض، ومثلا في البرايفت يقول لك ان هو مش هيسهر اكتر من يومين، ازاي ده وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى زي ما حضرتك قلتي في النقطه اللي بعدها الناس اللي سهرانه المفروض بتاخد يوم راحه قبلها ويوم راحه بعدها؟ انا كده النقطتين احنا بنقول على حسب سياسه المستشفى زي ما هتعرف تطبق، بس الاكيد الاكيد ان اليوم بعد، يعني اليوم بعد دون ده لازم دي اوف، بعد ده اكيد لازم يكون في يوم دي اوف.
حته قبل احنا بنقول بقى احنا بنتكلم على الحاجه الايديال المفروض تبقى ازاي. طب افرضي سياسه المستشفى ما تسمحش بكده خلاص، يبقى هو على الاقل هياخد دي اوف افتر، يبقى هيريح يعني افتر. الناس اللي بتبقى 10 ايام بتكون مثلا مطبقه يوم ويوم بعده راحه وكهكذا، و بياخدوا 10 ايام وبعد كده ياخدوا يوم راحه وترجع تكمل شيفتات بعد كده صباحي ونبطشيه عادي، بس لازم تاخد يوم راحه، لازم تفصل ما بين شيفتاتها العاديه بعد كده والسهر، لازم تاخد يوم راحه. يعني بعد ما تخلص ال 10 ايام بتاخد يوم راحه؟ لازم تاخد يوم راحه. ده ما فيهوش نقاش، دي لازم تحصل كده، لازم تاخد يوم راحه عشان تقدر تريح عشان تقدر تكمل بعد كده. يعني قلنا مثلا اكزامبل اهو، سهرانه من يوم 1 ل 10، يبقى يوم 11 ده لازم تكون مريحاه، وممكن يوم 12 تنزل بقى شيفت عادي وتشتغل، تاخد بقى الصبح او تاخد نبطشيه بعد الظهر. ماشي تمام، واضح كده؟ شكرا لحضرتك. خلاص تمام، هيوضح لكم ده يا شباب، واحنا بنشتغل بس شويه كده هنقول لكم، لان احنا في عدد ساعات الناس بتشتغلها، يعني انت بيبقى ليكي كذا يوم راحه في الشهر. يعني ممكن ان السهرانه دي مثلا يا شروق تاخد لها 3 4 ايام راحه، تجمع راحتها ورا بعض، تاخد لها 3 4 ايام ورا بعض كده بعد السهر، مش شرط انه يبقى يوم واحد، يعني لو انت عندك راحات ثانيه تقدر تاخد كذا يوم ورا بعض. خلاص تمام، يعني حسب السياسه في الاخر. تمام تمام. طيب اول نوع في نظام الشفتات اسمه البلوك سكادجول. يعني ايه بلوك؟ بتسمعوا انتوا كلمه البلوكات كده وانتوا ماشيين، يقول لك ايه دي منطقه بلوكات كلها شبه بعضها وجنب بعض، كلها حاجات جنب بعض. فهنا برضو نظام البلوك سكادجول دي ايه؟ ان الشفتات بتتجمع ورا بعضها، يعني الوركينج سكادجول دي بتتطبق في نظام البلوكات اللي هي ايه؟ days to be worked by the staff are blocked together. بنجمع الايام اللي هنشتغلها على بعضها. ازاي؟ تشتغل مثلا 5 ايام على بعض وبعد كده تريح 3 ايام، بعد كده تجمع 7 شفتات ورا بعض، 7 ايام ورا بعض، وبعد كده تريح يومين ورا بعض. يبقى انت بتجمعي شفتات ورا بعضها زي نظام ال 10 ايام السهر، 10 ايام على بعض، ده كده بلوك. ال 10 ايام ورا بعض ده نظام بلوك. بعد كده ممكن تاخد بقى 3 4 ايام ورا بعض ايه؟ صبح، تاخد يومين ثلاثه سهر، قصدي راحه، تاخد 5 ايام نبطشيه وهكذا. المهم الشفتات اللي هتشتغلها جنب بعضها كلها مع بعض. ده اول نوع، دي كي اكزامبل عليها. زي كده عندنا مثلا كذا ممرضه، هم عندنا عزه وعلا ومنى مثلا. عزه كلمه الاكس دي يا شباب اللي هو اليوم اللي انت شغالاه، الدي اون، بغض النظر عن الشفت ايه. الاو دي الدي اوف، اليوم الراحه. فاول ممرضه مثلا هتشتغل يومين وتريح يومين، هتشتغل 6 ايام وتريح يومين، هتشتغل يومين وهكذا. طب اللي بعديها علا، علا هتشتغل 6 ايام او 5، بعد كده تريح يومين، ترجع تشتغل 5، ترجع تريح يومين. الاخيره منى هتشتغل يومين، قصدي هتريح يومين، وبعد كده تشتغل 5، تريح يومين وتشتغل. يبقى انت كده عملتي في النظام ده ايه؟ جمعتوا الشفتات اللي هيشتغلوها ورا بعض ايام على بعضها، تشتغل اسبوع وتريح يومين. يبقى ده نظام البلوك سكادجول. ماشي يا شباب؟ اهم حاجه واحنا بنعمل سواء البلوك سكادجول او اي نوع تاني او اي نظام تاني، لازم تبصي على حاجتين. شايفين اول حاجه او في المربع فوق كلمه ايه؟ ساتردي ساندي ماندي. شايفين اللي انا بقول عليه ده يا شباب؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور. اهم حاجه يوم الساتردي متغطي الثلاث شيفتات، الصبح والنبطشيه والسهر، لازم يكون عندي ناس باعداد كافيه. طب الحاجه الثانيه، يبقى ده كده الخط كده اليوم. طيب كل ممرضه بقى عزه بعدد ايام الشهر كلها، لازم عزه وعلا ومنى ومش عارف مين ومين، النفس اللي في الاسم كله، كلهم يكونوا واخدين تقريبا نفس عدد الشفتات، سواء سهر او نبطشيه او صباحي او راحات.
يبقى وانا بعمل التايم سكادجول ايا كان هعمله ازاي وايا كان نظام الشفتات ازاي، لازم اتاكد ان على مدار ال 24 ساعه عندي ناس شغالين والثلاث شفتات متغطيين باعداد كافيه. تاني حاجه ان كل ممرضه عندي متساويه مع الباقيين في عدد الشفتات اللي هيشتغلوا. ممكن يكون في تفاوت ما بين واحده والثانيه، ازاي؟ واحده مثلا هتاخد، بتقول لك انا عايز اخد الشهر ده مثلا زوديني نبطشيات واجلي لي راحتي اخدها الشهر الجاي. يبقى هي مثلا هتيجي مثلا هتشتغل كل ممرضه هتيجي تشتغل يوم جمعه واحد في الشهر، دي هتشتغل الشهر ده جمعتين بحيث ان الشهر الجاي ما اخدش جمعه. فاحنا لو حسبنا الشهر ده والشهر الجاي مع الكل، كل واحده خدت ايه؟ نبطشيتين في يوم الجمعه. تمام يا شباب؟ المهم ان في مساواه ما بين الناس في عدد الشفتات، وكل يوم متغطي الثلاث شفتات عندنا باعداد كافيه من النفس. تمام كده معانا يا استاذه رابعه؟ نعم. اتفضلي يا ندى. ازاي ان انا هاخد يعني مثلا اجل اجازات الشهر الجديد، مش كل شهر ليه جدول معين؟ لا 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 عادي. عادي يعني؟ عادي. متأجل انت دي يوم راحت ليكي. انت بقى كل واحد بيكيف ظروفه، عشان كده في البرنسبلز قدام بنقول في مرونه. في مرونه، انا عماله باخد شيفتات مثلا، نفترض يا ندى مثلا ان عزه دي مثلا انها في ثانويه عامه وعايزه اول اسبوع في امتحانات الثانويه العامه تريح الاسبوع ده كله في البيت قاعده جنب ابنها في امتحاناته. فتلاقيها من شهرين فاتوا عماله بتاخد شيفتات زياده، ومثلا الراحات بتاعتها تاجلها. ليه؟ عشان تجمعها في الشهر ده. هي خدت حاجه كده اكتر من زمايلها؟ زمايلها خدوا الراحات بتاعتهم، هي مأجله الراحات بتاعتها. ماشي يا شباب؟ ماشي يا دكتور. طيب النوع الثاني بقى اسمه ايه؟ اسمه السايكليك. يعني ايه سايكليك؟ السايكليك اللي هي عامله زي دايره، اللي هو احنا عندنا باترن بيعيد نفسه. ازاي؟ اديكوا الاكزامبل وراها على طول عشان تعرفوا تحت ايه. دي الرموز اللي هنعوزها. الدي اللي هي الداي اللي هو الصباحي، الاي اللي هو الايفنينج المسائي، الان اللي هو النايت السهر، والسلاش دي اللي هو اليوم الاوف اليوم الراحه. تمام؟ ادي مثال مثلا اهو، ادي عزه مثلا. عزه هتبتدي ازاي؟ دي اللي هو الداي، وبعد كده ايفنينج ونايت وراحه، بعد كده داي ايفنينج نايت راحه داي ايفن، وهكذا. يبقى الباترن بتاع عزه ايه؟ انها بتاخد صباحي نبطشيه سهر راحه، ده يفضل يعيد نفسه، ده بيكرر نفسه. علا هتبتدي مثلا بالنبطشيه، يبقى نبطشيه نايت رايح راحه صبح، او اي باترن هيتعمل ولكن بنقول ان هو بيكرر نفسه. خلاص يا شباب؟ حد كده الدنيا واضحه؟ لو سمحت يا دكتور. نعم اتفضل. هو ايه الفرق ما بين الشيفت والنبطشيه؟ يعني ايه الفرق ما بين الشيفت والنبطشيه والسهر؟ بص احنا عندنا ثلاث نظام للشيفتات، عندنا الدي اللي هو الصباحي، عندنا الاي اللي هو الايفنينج المسائي اللي هي النبطشيه من 2 ل 8، عندنا الان اللي هو النايت بيبقى من 8 بالليل ل 8 الصبح، ده اللي هو السهر. خلاص تمام كده؟ خلاص كده تمام. ماشي يا شباب. الدنيا واضحه لحد كده؟ دكتور لو سمحت. اتفضل. هو المفروض ان احنا لنا عدد ساعات معينه في الاسبوع؟ في عدد ساعات بتشتغلوها. طب ازاي في النوع الاول قلتي ان لازم كل الممرضات تاخد نفس عدد الايام؟ يعني لو خدت مثلا خمسه كلكم زي كلكم مثلا، نفترض يا غاده نفترض ان كلكم عندكم 144 ساعه شغل في الشهر. تمام؟ ونفترض ان الشيفت عندنا 12 ساعه، يبقى كل واحده تاخد كام شيفت كده؟ 12. تمام كده؟ وزعيهم بقى على مدار الشهر. يبقى كل واحده، ممكن واحده تقول لك انا هاخد مثلا كلهم في اول الشهر وبقيه الشهر هريحه، واحده تانيه تقول لك لا انا هاخد مثلا ثلاث اربع ايام واريح اسبوع واكمل بقيه الحاجات اخر الشهر. المهم كلكم في نهايه الشهر كلكم كل واحده واخده ايه؟ 12 شيفت. يبقى على مدار الشهر كلكم كل واحده واخده 12 شيفت. تمام؟ في اليوم الواحد الثلاث شيفتات متغطيين او ال 24 ساعه متغطيين عندنا. واضح كده يا غدا؟
واضح تمام. تمام يا شباب. طيب ثالث نوع عندنا بقى اللي هو ايه؟ الكمبيوترايز سكادجولينج. النوعين التانيين دول يا شباب حد اللي بيعملهم. طب الكمبيوترايز ده ايه اللي فيه؟ انا عندي كمبيوتر بروح دي برامج بقى معينه بقول للكمبيوتر ده انا عندي عدد النيرسز اللي في القسم مثلا 20 ممرضه. تمام؟ طيب اساميهم اهي والداتا بتاعتهم ودي الاكسبيرينس بتاعتهم ودي الاديوكيشن بتاعهم او المؤهلات. طيب عايزه كل ممرضه تشتغل 144 ساعه زي ما كنا لسه بنقول. بيتوزعوا ازاي؟ 12 شيفت. كل ممرضه تسهر 3 ايام وتبقى صباحي 9 ايام. تمام؟ والكمبيوتر بقى اللي بيطلع لي التوزيعه او الرسته. انا دخلت له الداتا اللي انا عايزاها، دخلت له الداتا بتاع الناس اللي موجودين عندي وقلت له انا عايزه ايه، فالكمبيوتر هو اللي بيروح مطلع لي الروستر مرسوم جاهز الشهر كله لل 20 ممرضه اللي عندي. ماشي يا شباب. برضو من ضمن الداتا اللي بدخلها اقول مثلا انا عندي اربع جمع، فما ينفعش اجي على مصطفى وادي له جمعتين، واجي على ندى واديها جمعه، واجي على غاده وما اديهاش ولا جمعه خالص. لا، من ضمن برضو الداتا اللي بدخلها ان اقول كل ممرض ياخد جمعه. عندي ايام اجازات مثلا زي ايه؟ كان زي كده عيد تحرير سينا، شم النسيم وهكذا. ما الايام دي اللي هيجي فيها اللي هو النبطشي بس، مش الناس كلها هتيجي. يعني المفروض الناس كلها تريح. طب الناس كلها هتريح ونسيب المستشفى فاضيه، ولا ناس هتنزل يوم الاجازه ده تقضي شفت وتبقى تاخد مكانه راحه؟ برضو لازم احط الجزئيه دي وانا بدخل الداتا للجهاز او للبرنامج اللي هيطلع، اقول له ايه الاجازات اللي عندي، اجازات الرسميه ويوم الجمعه وهكذا، بحيث ان انا اقول له ان كل ممرض يشيل يوم، او على حسب عدد الناس اللي موجودين يبقى كل ممرض يشيل يومين. ليه؟ انا عايز اوصل في الاخر يا شباب للفيرنس، للايكويتي، ان الكل في عدل ومساواه ما بين الناس كلها. معايا لحد كده يا سر رابعه؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. تمام ماشي دكتور. ماشي. هو البي دي اف ظاهر؟ نعم البي دي اف موجود. البي دي اف انا منزلاه على المنصه، هو ظاهر دلوقتي على الشاشه. اي حبيبتي ده احنا عاملين الباوربوينت، الباوربوينت شغال. ظاهر عندكم يا شباب ولا فصل؟ ظاهر شغال يا دكتور، شغال موجود يا دكتور. تمام، بس احنا بنشوف بقيت زمايلكم اللي عنده مشكله. يبقى دي مشكله نت يا مين؟ غدا ندى. انا منزله البي دي اف يا ندى، ممكن تطلعي عليه وتسمعي معانا. تمام. انا بعته ليهم على جروب الواتس يا دكتور. نعم بعته اليوم على جروب ياسمين. تمام ماشي ماشي ياسمين، شكرا. طيب شوف نكمل مع بعض بقى يا شباب. طيب ايه الادفانتج بتاعت الكمبيوترايز سكادجولينج؟ ايه المميزات؟ ان انا اخلي برنامج على الكمبيوتر ادخل له الداتا يروح مطلع لي الروستر على طول او التايم سكادجول. تقدروا تقولوا لي كده من دماغكم يا شباب ايه اللي ممكن تكون الادفانتج دي؟ انا همسحها اهي وعايزاكم انتوا تقولوا لي. انا لما اخلي الكمبيوتر يطلع لي الحاجات دي ايه ممكن تكون الادفانتج؟ انا اقعد اكتب انا بوستر بنفسي ده بياخد وقت طويل، ان انا اقعد عشان يبقى انا بوفر الوقت اللي هقعد اكتب فيه الروستر واقعد اشخبط واقعد اعمل والاقي دي لا ده فينا واحده واخده شيفت زياده، لا ده دي واخده كده اقل، واقعد اشطب واقعد اعمل. بوفر الوقت ده اللي انا هقعد اعمل فيه نون دايركت نيرسنج كير، هسيب المريض واقعد انا اعمل الحاجات دي، لا ده الكمبيوتر وفر لي الوقت ده. طب ايه تاني يا شباب؟ بتقلل الانحيازيه، او لو في مثلا حد يعني المشرف بتاع التمريض بيحابي حد معين او كده بيقلل الموضوع ده، مفيش بايظ، او حد يفكر مثلا ان في مش فير الموضوع كده يعني. مفيش بايظ، مفيش تحيز لحد.
انا بحب ياسمين فهريحها ومش هديها ولا يوم جمعه، انما ياسين قرفني لا كل جمعه انت ياسين هنزلك تبقى وان كان عاجبك، مش هنزلك الجمعه هنزلك برضو ايام زي الباقيين، بس كل اول يوم عيد انت اللي نازل نبطشيه، ما هو زيك زي الباقيين، ما هو النبطشيه الجمعه زي النبطشيه اول يوم العيد، زي النبطشيه الجمعه زي اخر يوم العيد، ما هو عادي اهو، ما هو يوم اجازه وديتك زي الباقيين، بس انا هاجي على ياسين وكل اول يوم عيد لازم يعيد في المستشفى او مصطفى. ماشي يا شباب؟ يبقى هنا احنا قلنا الكل هياخد يوم اجازه واحد مثلا او الكل هياخد يومين. الجهاز دي بتبقى برامج يا شباب، مش احنا اللي بندخل فيها، بتبقى برامج هي اللي بتطلع الحاجات دي، بيبقى الى حد ما بتقدر تعمل مساواه. طب ناخد بقى الادفانتج ايه يا شباب بقى كده؟ اول حاجه خالص save النيرسز time spend working out schedule، هتوفر الوقت اللي انا قاعده عماله بعمل فيه السكادجول، وفي الاخر انت مش هتعجب حد. ياسين حاطط نقره من نقر الهيد نيرس وحاطط نقره من نقر ندى، ندى ايمن حبيبتي شويه، فانا بديها عادي زي الناس، هو باصص لها في اللي انا بعمله، مش هتعرفي نراضي حد. خلاص هنقلل الانتر بيرسونال كونفليكت بينوني الستاف والسوبرفايزر. مصطفى هو بقى السوبرفايزر بتاعكم ومش طايق لا ياسين ولا ياسمين، يعمل معاكم ايه؟ يديكوا يا شفتات زياده يا اما يديكوا اجازات زي ما بقول كده، تشغلوكوا ايام ايام ايه؟ الوقفه، كل وقفه تبقى شغاله اول يوم العيد، عمرك ما هيسيبك تعيد في بيتك، كل عيد لازم هيجيبك. خلاص يا شباب؟ ثالث حاجة المفروض في بيحاول إلى حد ما، إحنا قلنا البوليسي بتاع المستشفى يحاول يطبقها على قد ما نقدر، نقول البوليسي بتقول إن مثلا ثلاث أيام شغل تتبعهم يوم راحة، أو أربع أيام شغل يتبعهم يوم راحة، السهر يتبعه يوم راحة، فإحنا بنقول برضو من ضمن الداتا اللي بندخلها للكمبيوتر ان البوليسي عندنا بتقول 1 2 3، فالجهاز البرنامج بقى بياخد الداتا دي ويبتدي يطلع بناء على اساسها الروستر. رابع حاجه انبايست، مفيش تحيز، لا انا بقى مصطفى ده اصل ابن خالتي فظبطه معايا، ولا ندى دي مش عارفه جارتي وقرفاني فلا، مفيش بايز، انا ما نعرف، هو الجهاز ما يعرفش بني ادمين، احنا مدخلين له اشخاص بيطلع روستر ليهم، لا يعرف مين مصطفى ولا مين ياسين ولا مين ندى ولا مين الكلام ده خالص. ماشي يا شباب؟ اخر حاجه بقى كوست افكتيفنس، اللي هو بيقلل التكلفه. تكلفه ايه؟ انا كنيرس هيقلل النون بيشنت كير، هقلل الوقت اللي انا بقضيه مش مع المريض، ومش بقضيه في حاجه تانية، شغل سكرتارية، شغل ورقيات، لا انا عايز اقصى استفاده من الناس اللي موجودين معايا في الشيفت بانهم يقدموا دايركت نيرسينج كير. خلاص يا شباب؟ ده كده الميزه بتاع الكمبيوترايزد سكادجول. طيب احنا عمالين بقى نتكلم ونقول مش عارف عندنا صبح وعندنا سهر وعندنا نبطشيه، طب عدد ساعات الشيفت قد ايه؟ عدد الساعات احنا كده خدنا النظام بتاع الشيفتات ازاي؟ يا اما بلوك على بعضها، يا اما الشيفتات تتجمع، يا اما في باترن بيعيد نفسه، يا اما الكمبيوتر هو اللي بيطلع لنا الشيفتات. طيب شكل الشيفتات بقى اللي الكمبيوتر هيطلعها او هناخدها بلوك او هناخدها سايكلينج هتبقى عامله ازاي؟ عدد ساعات الشيفت قد ايه؟ عندنا أربعة اوبشن لعدد الساعات، الستريت شيفت والتين اور شيفت والتويلف شيفت والريجولار اورز سكادجولينج باترن. ماشي يا شباب؟ طيب حاجه الستريت شيفت ده ايه؟ الستريت شيفت ده تراديشنال باترن، ده التراديشنال باترن، كان زمان يا شباب كان الشيفت 8 ساعات، فانت بتشتغل 3 شيفتات في اليوم، الشيفت 8 ساعات، اللي هو كان ازاي؟ فاكرين زمان كده كان يقول لك ايه؟ اللي راجعه في نص الليل دي جايه منين؟
ده هل يا ترى جايه من معرفش فين ولا جايه من المستشفى؟ مش كان في اختلاط زمان على كده بيقول لك اللي جايه بالليل دي لا دي مش جايه من المستشفى دي جايه مش عارفه منين كده يا شباب؟ ها؟ ايوه مش معانا ولا ايه؟ مع حضرتك تمام. زمان ارجعوا للافلام القديمه هتلاقوا الفكره دي ان اللي تجي لك الممرضه جايه فين في نص الليل. حوادث كتيره تحصل للتمريض اصله خارج في نص الليل، اللي مش عارف اخلاقها مش كويسه ورايحه فين، انت جايه منين يا حبيبتي في نص الليل؟ ده انا جايه من المستشفى اصل كنت عندي نبطشيه. ده كان زمان والنظام ده اتلغى دلوقتي، بس لازم نعرفكم ايه هي النظام بتاعه. عشان دي حاجات كانت تراديشنال. طيب الساعات بتاعته ازاي؟ قلنا الشفت 8 ساعات، طيب توزيعها ازاي يا شباب؟ من 7 من 7 الصبح ل 3:30 بي ام اللي هي العصر، ومن 3 ل 11:30، والشفت الثالث السهر من 11 ل 7:30. انتم ملاحظين حاجه في المواعيد اللي انا كاتباها دي يا شباب؟ في غلطه ايه هي ولا في حاجه؟ في ايه؟ مترحلة كل مرة. بتقولي ايه؟ في نص ساعة بتبقى مترحلة كل مرة، يعني أول شفت خلصان 3:30 بس بادئ مع الناس التانية 3، وهكذا خلصان 11:30 بس بادئ مع اللي بعدهم 11. دي خطأ املائية واحنا بنكتب ولا دي مقصودة؟ لا هي أكيد مقصودة يا دكتور. مقصودة ممتازة يا مقصودة ليه يا ياسين؟ مقصوده ليه؟ ليه عشان عشان الحته بتاعت الشفتات لما بتتغير. انا عايزه بس واحد يقول الحته بتاعت الشفتات عشان ايه؟ الحته بتاعت الشفتات لما بتغير ماشي، بيكون مثلا لسه حد بيكون لسه هيدخل يحضر نفسه مش عارف ايه، والتاني لسه بيقفل الشفت. ايوه قفل الشفت دي اسمها ايه عندنا بقى احنا يا بتوع الاداره؟ اسمها ايه؟ اللي هو تسليم وتسلم يا دكتور، تسليم وتسلم. ايوه كده اسمها ايه بقى اللي بيسلم ده؟ قايلينها في الـ في الاساينمنت اسمها ايه؟ ديلي شيفت ريبورت يا دكتور. اديني شيفت ريبورت، ممتاز. بيسلموا بعض. النص ساعه الزياده دي احنا مش حاطينها غلطه املائيه مننا، ده النص ساعه دي بيسلموا بعض. بتاع الصبح المفروض ان بطش يجي له 3، لا هو هيقعد مع من 3 ل 3:30 بيسلمه، بيعمل تسليم وتسلم للبيشن اللي عنده تمام. وان بطش مع السهران برضه، السهران بيجي له 11 وده بيجي بيمشي ايه 11:30، النص ساعه دي برضه ايه بيعمل تسليم وتسلم، بيعملوا الديلي شيف، انا عندي النهارده كام حاله والحاله الفلانيه جرى لها كذا وعملت كذا واديناها كذا، يقعد يقرا معاه احوال المرضى اللي انتوا بنقولها في اخر حاجه في الاساينمنت. ماشي يا شباب؟ واضح النظام ده؟ تمام يا دكتور. الدنيا واضحه؟ طيب النظام ده اصلا مش دلوقتي؟ لا النظام ده ما بقاش شغال، ما قلنا بقى الكلام ده كان زمان كانت بتخرج في نص الليل وتختلط الامر مع اللي هي مش كويسه ويقول لك دي جايه منين؟ دي جايه من الكباري ولا جايه من المستشفى؟ فخلاص النظام ده اتلغى لانه كان بيشوه سمعه التمريض، فخلاص بقى معروف السهر من 8 ل 8. ما بقاش فيه اللي بتخرج في نص الليل دي. خلاص يا شباب؟ دي كانت حاجة قديمة عشان كده انا بقول لك ده التراديشنال باتل، كان حاجة قديمة وخلاص ما بقاش مش موجود دلوقتي. خلاص يا شباب؟ طيب نشوف نشوف ايه الاوبشن الثاني اللي عدد الساعات اللي بعديه. اسمه ايه يا شباب؟ 10 اور شيفت. الشيفت 10 ساعات؟ غريب الشيفت ده، واحنا اليوم عندنا كام ساعة يا سنة رابعة؟ 24. ها اليوم كام ساعة؟ 24. طب ب 10 ساعات ده هنعمل ايه؟ شيفتين اتنين والاربع ساعات بقى كل مريض مع نفسه، ولا هنخليهم نعمل ايه؟ ولا هنخليهم ثلاث شيفتات؟ ولا هنعمله ازاي ده؟ ثلاث شيفتات ب 30 ساعة واليوم 24، ولا نخليه شيفتين ولا اربع ساعات المرضى يلعبوا في الجنينة؟ نعمل ايه يا مصطفى؟ هنا يا شباب هيبقوا ثلاث شيفتات يا دكتور، وعدد الساعات هنا هتزيد بتاعه الديلي شيفت ريبورت بتاعه التسليم والتسلم.
هقول لك بقى هتعمل ازاي يا هاجر. هيبقى عندنا ثلاث شيفتات. طيب الثلاث شيفتات ب 24 اليوم هم 24 ساعه والثلاث شيفتات 30، فانا عندي كام ساعه زياده كده؟ 6 ساعات. هيتقسموا، تلاقي ان الناس الصبح والنبطشيه هيفضلوا قاعدين مع بعض مثلا زي ما هقول لكم دلوقتي 4 ساعات زياده مع بعض. يعني هقول لهم اهو الصباحي بيمشي بيجي عادي الساعه 7، النبطشي بيمشي امتى بتاع الصبح؟ بيمشي 5:30. طيب النبطشيه بيجي له كام؟ الساعه كام عندكم اهي؟ 1. الساعه 1 الظهر، ويمشي كام؟ 11:30. يبقى انت عندك من 1 لـ5، من 1 لـ5 قاعد معاك الناس بتوع الصبح والنبطشيين، صح كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، من 1 لـ5، من 1 لـ5 او لـ5 ونص قاعد معاك الاثنين بتوع الصباحي وبتاع النبطشيه. حلو. طيب النبطش هيمشي امتى؟ يمشي 11:30. طب السهران هيجي له الساعه كام؟ هيجي له 9. يبقى من 9 لـ11:30 برضو النبطش والسهران قاعدين مع بعض. وضحت كده يا شباب؟ تمام يا واضحه معايا كده؟ دكتور هو كده حضرتك قلت ان هم يقعدوا سوا 4 ساعات؟ ايوه هيفضلوا قاعدين مع بعض. ده جاي الساعه 1 وده هيمشي الساعه 5، فقاعدين مع بعض اثنين. بتستفادي من القوه بتاعه الاثنين في نفس الوقت، عندك 5 الصبح وعندك 5 نبطشيه، فعندك 4 ساعات ال10 دول شغالين يقدروا يدوكي نيرسنج كير الضعف، عندك عدد الساعات اكتر، عندك عدد التمريض اكتر اللي موجود، يقدر يديك الكير اللي انت عايزاه بزياده، الحاجات اللي كانت عايزه اعداد كتير مع بعض يقدموا نيرسنج كير يقدروا يخلوها في ال4 ساعات اللي مع بعض دول. برضو النموذج ده ما بقاش مستخدم يا شباب، بس لازم تعرفوه لان دي حاجات موجوده في المراجع. خلاص يا شباب؟ طيب والباترن الثالث اسمه ايه يا شباب؟ وده من الحاجات المستخدمه 12 اور شيفت، اللي هو نظام ال 12 ساعه، الشيفت 12 ساعه. تمام يا شباب؟ طيب ده بيستخدم فين اكتر؟ بيستخدم في الاي سي يو. ليه؟ بدل ما هنقعد كل شويه نعمل تسليم وتسلم وتمريض جاي وتمريض ماشي، تمريض موجود وتمريض ماشي وده يسلم ويعمل، لا ده هو اللي موجود عندنا، موجودين ال 12 ساعه مع بعض، بقلل معايا النيرسز اللي ايه كل شويه تسليم وتسلم، كل شويه مش عارف. فانا دلوقتي بقلل ان المريض قاعد معايا ال 12 ساعه، انا قاعده معايا وشغاله. خلاص يا شباب؟ المريض وهو قاعد معاك ل 12 ساعة شغال معاه، خلاص؟ غير ما انت كل شوية هيجي له ممرض جديد لسه هيقعد يقرا الحالة بتاعته ولسه هيشوف ولسه هيعمل، لا ده انا معاك طول اليوم، احنا قاعدين احنا الاثنين طول اليوم. فلا كل شوية هنقعد نقول يا جماعة عايزين طب الحالة دي خدت ايه الصبح؟ طب العلاج ده اتاخد ولا ما اتاخدش؟ ده نسوا يكتبوه في بتوع الصبح، طب ايه؟ فانا ده بيسهل الكونتينيوتي اوف بيشنت كير. ماشي يا شباب؟ طيب ايه الاوبشن الرابع عندنا يا شباب؟ كان اسمه الريجولار اورز. يعني ايه الريجولار اورز؟ ما عنديش حاجه ثابته، على حسب بقى الناس اللي موجودين عندي في المستشفى العدد قد ايه، على حسب البيشن اللي موجودين، ممكن تلاقيني شويه نظام 10 ساعات وشويه نظام 12 ساعه. مفيش نظام ثابت. خلاص يا شباب؟ معايا لحد كده؟ اه طيب بصوا يا شباب، الجزء اللي فات ده عليه كويز على المنصه، عايزاكم تحلوه بعد اذنكم و5 دقايق بالظبط ونتناقش فيه.
في ثلاث أسئلة في الكويز على الجزء اللي احنا خدناه قبل كده يا شباب. هتختار بس هتقرأ الجملة وتقول سواء الجملة دي كانت true أو false بس. ماشي يا شباب؟ ماشي دلوقتي. نعم؟ دلوقتي يا دكتورة؟ أيوة دلوقتي واحنا مع بعض. تمام. طب دكتور معلش قبل ما نحله بس كنت عايز اسال على حاجه. في سكيدول كده مكتوب فيه اكس او الاكس دي اللي هي الدي اوف والاو دي اختصار لايه؟ تاني يا حبيبتي بتقولي ايه؟ في سكيدول كده في السلايد اللي هي فيها اكس او الاكس دي اختصار الدي اوف والاو دي اختصار لا لا الاكس دي انا قصدي بيها يوم يوم شغاله عادي. اه تمام. او اللي هي دي اوف شغل. انا بديك اكزامبل بقول لك ده يوم شغل يعني الاكس الاكس ده مثلا يوم شغل الاو يوم راحه. انا بديك اكزامبل بس كده يا مس. تمام يا دكتور شكرا. تمام تمام. حد دخل ابتدى يحل ولا لسه؟ حليت وخلصت يا دكتور. كمان وخلصتي ما شاء الله. طيب انا بحاول اجيب لكم اللينك اهو ولا مش عايزينه ودخلتوا على الكويز؟ دخلنا بس ممكن برضه في ناس محتاجينها. لا يا دكتور حطه لنا عشان انا مش عارفه اوصل له. لازم تخشي من على المنصه يا شباب. انتوا داخلين ازاي من على من التليفون كده ولا داخلين من على المنصه؟ داخلين من المنصه. انا داخل مع المنصه مش لاقيه الكويز ده. دكتور دكتور انا بعت لكم يا شباب اللينك بتاع الكويز. دكتور لو سمحت بعتلكوا يا شباب اللينك لو كده. كام واحد دخل؟ مش بيفتح يا دكتور نورا. الشاشة باين الباور بوينت باين كده يا شباب ولا اختفى؟ لا موجود. موجود يا دكتور. موجود يا هوا. ماشي ماشي. ها الكويس كده ايه؟ حليته ولا ايه؟ انا خلصته. تمام. ايوه يا دكتور. خلصت. طب كويس. لا اللينك على المنصة يا هشام. أنا مش عارف أوصل له يا دكتور والله.
انا فاتح المنصه طب انت ومش عارف اتكيت على اللينك ده، خش على المنصه يا هشام هتلاقي، وخش على من الاداره وقلب تحت خالص. شباب حد منكم جاوب؟ لان انا ظاهر عندي ان محدش منكم جاوب خالص. يا دكتور انا فتحت يا دكتور بعد ما خلصت نيكست بيج وخلصت وعملت ايه؟ هم ثلاث اسئله يا دكتور، كتب لي درجه 3 من 3. كتب لك الدرجه 3 من 3؟ يعني يا دكتور حليت وسؤال ثالث كل ما حل. طيب نقولهم مع بعض يا شباب كده. انت اصلا تمريض اداره مش ظاهر لك ازاي يا هشام؟ انت بتدخل على ايه يا هشام؟ دكتور هو حقيقي تمريض اداره مش بيبقى ظاهر، بس ممكن نكتب في البحث اداره تمريض وساعتها تظهر، انما هي في الجنب مش ظاهر حقيقي. لا انا ادمن مش. طيب نشوفهم كده يا شباب ونشوف الاسئله كده. قال لك اول سؤال بيقول ايه؟ البلوك سكادجولينج از باتر ريبيتس اتسلف ريجولاري ان سكادجولينج بلان. فولس هتبقى السر. حد قايل عليه ترو؟ حد جاوبه ترو؟ تمام ممتاز ده السايكل. question number 2 بيقول لك الكمبيوترايزد سكادجولينج انيبلز ذا يوزر تو ديفايس ا بلان ويتش كونسيدرز ذان سكادجول دان باي الانديفيديوال. ترو يا دكتور. بقول ال طيب السؤال الأخير يا شباب بيقول إيه؟ The 12 hours shift is the best suitable pattern proved to be appropriate in the ICU and the modified ICU. True or false? True. مين قال عليه false؟ تمام كده يا شباب. نكمل بقى بقية المحاضرة بتاعتنا. طب يا دكتور لو سمحت السؤال بتاع الكمبيوترايز ده المفروض ان هو ما يكونش دان باي انديفيدوال، يعني المفروض ان هو يكون فولس، مش فاهمه ان هو ازاي ترو. ثانيه واحده. لا انا هجيب لك اهو ثانيه واحده. هو بيقول هو اتش كونسيدر زين، يعني بيؤخذ في الاعتبار. هو بيقول لك بص يا مس، بيقول لك الكمبيوترايز سكادجولينج انيبل ذا يوزر تو ديفايس ابلان which consider than schedule day by individual. الكمبيوترايز هو اللي بيتعمل، مفيش هنا individual بيعمل، يعني ده افضل من اللي الانديفيديوال بيعمله، لان مش الانديفيديوال اللي بيعمل ده، الكمبيوترايز هو اللي بيعمل والبرنامج هو اللي بيعمل. تمام. حلو. تمام. نكمل بقى يا شباب. طيب فاضل لنا بقى جزئيتين اتنين في المحاضره. أول جزئية اللي هي السيستم اوف ديفلوبينج التايم سكادجول. مين اللي بيعمل التايم سكادجول؟ مين في المستشفى اللي بيعمله؟ احنا خدناه في الاساينمنت، مين اللي بيعمله؟ هيد نيرس. جميل. هو في حد تاني ممكن يعمله غير الهيد نيرس؟ مين اللي ممكن يعمله؟ مين تاني ممكن يعمل غير الهيد نيرس؟ ممكن يعمله النيرسينج اوفيس، مكتب التمريض. مين بقى في مكتب التمريض؟ كنت شرحت لكم محاضرة كده عن اسمها النيرسينج دايركتور، خدتوها دي ولا ما خدتوهاش؟ خدتوها ولا ما خدتوش محاضرة بالاسم ده؟ صوتكوا راح فين؟ صايمين ولا ايه؟ اخدناها يا دكتور. صايمين؟
يا مصطفى شكلك صايم يا مصطفى صح؟ رحتوا فين يا سنة رابعة؟ حضرتك يا موجودين دكتور مع حضرتك معاك يا يا دكتور دكتور تقريبا واخدينها. رحتوا فين؟ فين ولا ايه؟ ايوه خدتوا محاضرة اسمها نيرسينج دايركتور؟ ايوه خدناها. ايوه كده ردوا كده. ايوه ردوا عليا. النيرسينج دايركتور ده هو ممكن هو اللي يعمل التايم سكادولينج للمستشفى كلها. تمام. يبقى النيرسينج دايركتور او يعمل ديليجيشن لحد معاه في النيرسينج اوفيس، نيرسينج ادمنستريشن اوفيس، هو اللي يعمل التايم سكادول. يعني يا اما النيرسينج دايركتور ذات نفسه مدير التمريض، او حد معاه النايب بتاعه او كده اللي موجود في مكتب اداره خدمات التمريض في المستشفى. مين اللي رافع ايده يا شباب؟ انا يا دكتور. هو يعني هو واحد بس اللي هيعمل البوستر للمستشفى كلها؟ بص يا شيرين، اللي على مستوى الوحده هي رئيس القسم اللي هتعمله لوحدها، الهيد نيرس اللي هتعمله. اللي على مستوى المستشفى هو النيرسينج دايركتور هيفوض حد يعمله او حد هيبقى معاه، استحاله طبعا هو يعمله لوحده. يعني مستشفى زي الجامعه فيها حوالي 2000 ممرض وممرضه، هل يعقل ان بني ادم واحد هيقعد يعمل ليهم الروستر كلهم؟ طبعا لا، ممكن يبقى اكتر من شخص. ولكن الفكره هنا يا شيرين في ان مين اللي هيعمل، هينعمل على مستوى الوحده ولا هينعمل على مستوى المستشفى كلها؟ بغض النظر عن كم واحد هيعمل، انت ممكن تلاقي 10 يقعدوا يعملوه، بس الروستر طالع منين؟ طالع من مكتب التمريض للاقسام، يمشوا على الروستر اللي مكتب التمريض عمله. فهمتني يا شيرين؟ تمام يا دكتور. فهمتي كده حبيبتي؟ يبقى يا الهيد نيرس هي اللي تعمله على مستوى الوحده، يا اما النيرسنج دايركتور اكيد لازم بيكون بيفوض معاه، بيفوض ناس يعملوا بعض المهام معاه، وبيبقى معاه له اسيستنت، بيبقى له مساعدين كتير. فحد من المساعدين دول برضو مش حد واحد، ممكن يخلي معاه 3 4 مساعدين يقعدوا هم يعملوا الروستر، لكن الفكره في هو طالع منين. خلاص، يبقى مين اللي بيعمل؟ عندنا نظامين، يا اما سنترلايزد سكادجولينج، يا اما دي سنترلايزد سكادجولينج. خلاص يا شباب، ناخدهم واحد واحد كده بالتفصيل. سنترلايزد سكادجولينج ده ايه؟ وان بيرسون ان نيرسينج ادمنستريشن اوفيس بلانز كفرج في الاول نيرسينج يونتس. طبعا مش وان بيرسون يعني واحد، هي المقصود بيه هو طالع منين. يبقى حد في النيرسينج ادمنستريشن اوفيس هو اللي بيعمل الكفرج في الاور نيرسينج يونتس، هو اللي بيوزع وبيعمل تغطيه لكل اليونتس اللي في المستشفى. ماشي يا شباب؟ طيب السيستم الثاني اسمه ايه؟ دي سنترلايزد. يعني ايه دي سنترلايزد؟ ده البلاند بيبقى على مستوى اليونت، وغالبا اللي بتعمله الهيد نيرس. في حاجه في الاداره يا جماعه ما اعرفش انتوا سمعتوها، اكيد سمعتوها قبل كده ثالثه واحنا بنتكلم معاكم، على كلمه سنترلايزيشن ودي سنترلايزيشن. سمعتوا الكلمتين دول قبل كده؟ ايوه. المصطلحات دي سمعتوها؟ تمام. سنترلايزيشن ودي سنترلايزيشن، حد سمع الاثنين كونسبت دول قبل كده؟ ايوه. تمام. يعني ايه دول؟ سنترلايزيشن دي بتبقى الحاجه المركزيه، يعني مثلا بتعملها زي اداره المستشفى، انما الديسنترلايزيشن بتبقى الحاجه الفرعيه زي اليونت مثلا، بتبقى مسؤوله الهيد نيرس مثلا عن كل يونت. دي اللي هي كده. ايه بقى؟ المركزيه ولا مركزيه؟ تمام. المركزيه مثلا اللي هو رئيس التمريض، نيرسينج دايركتور، هو ده كده الحاجه لما تبقى طالعه من عنده هو، يبقى كل حاجه مين اللي في ايده الحكم، مين اللي في ايده ياخد الديسيجن، ده مين؟ ده النيرسينج اوفيس او النيرسينج دايركتور. يبقى لما حاجه تطلع من عنده دي اسمها سنترلايز، او دي اللي هي السنترلايزيشن. انما لما القرار يتاخد على مستوى اليونت دي اسمها لا مركزيه، اللي هي دي سنترلايزيشن، وهنا يبقى اسمه دي سنترلايزد سكادجولينج. زي بالظبط رئيس الوزراء
لما بياخد قرار بقى سنترالايزد كده حكومه تبقى هي حاجه مركزيه، ولما المحافظين كل محافظ في محافظته ياخد قرار خاص بالمحافظه بتاعته، يبقى المحافظ بقى جزء من الكل. وضحت كده يا سنه رابعه؟ تمام. طيب انتوا بقى تفضلوا انهي فيهم، تحبوا اللي يعمل لكم السكادجول يبقى السكادجول ده سنترلايزد ولا دي سنترلايزد؟ وليه دي سنترلايزد؟ ليه يا شروق؟ علشان ديسنترلايز ده يا دكتور بيكون على مستوى ديسنترلايز يا دكتور بيكون في تواصل مباشر يعني او قريب من الهيدنرز، فهي مثلا هتقدري توصلي لها ظروفك لو تحبي تعملي مثلا، بيكون في فليكسيبيليتي اكتر لانها هتكون ادرى بيكي، مش العدد مش هيكون زي المستشفى كلها، فهيبقى الموضوع اسهل التواصل. شروق عندها ظروف خاصه ما تخليهاش تسهر اخر الشهر، يبقى هي الهيد نيرس مش كل شهر انت تقعدي تحكي لها بقى ظروفك، ده انا عندي وعندي وبروح وباجي وبعمل، لا خلاص هي عرفت ان شروع عندها ظروف اخر 10 ايام ما ينفعش احطك سهر، بس ممكن احطك اول في اول الشهر او في نص الشهر، مش محتاجه تعدلها كل شويه ظروفك، هي عارفه الناس كلها اللي في القسم عندها وعارفه ظروف كل واحده وعارفه النيدز بتاع الناس وعارفه ان شروق ومصطفى ما ينفعش ينحطوا في شيفت واحد، الاثنين ما بيتوش بعض، ما ينفعش احطهم في نبطشيه او سهر مع بعض، يبقى لازم احط شروق في شيفت واحط مصطفى في شيفت تاني. الهيد نيرس عارفه ان شروق وغاده حبايب بيسافروا مع بعض، يبقى الى حد ما هتحط شيفتات كنتوا الاثنين مع بعض خصوصا النبطشيه والسهر، بحيث ان انتوا يا تبقوا مروحين سوا بالليل من النبطشيه او جايين مع بعض في المواصلات بالليل. هل محتاجة كل شهر يا شروق تحكي فيه؟ لا خلاص، هي عرفت النيدز وعرفت مين مع مين، خلاص. طب معنى كده ان الديسنترلايز هو على طول حلو والسنترلايز ده كخه؟ لا طبعا. مين ممكن يحب السنترلايز يا شباب؟ عايزة حد يدافع لي عن السنترلايز الغلبان. يا دكتور السنترلايز ده مش حلو اكيد. هقول لك يا مصطفى حلو ليه ومش حلو ليه. مفيش حاجة الناس كلها بتجمع عليها، تمام؟ لأن مفيش حاجة الناس كلها بتقول عليها حلوة، الناس كلها ما اتفقتش على الرسول عليه الصلاة والسلام، مش الناس كلها قالت على الرسول إن هو صادق وأمين ولا قالوا عليه إن هو صح، ناس اختلفت معه، فمفيش حاجة الناس هتتفق عليها. وهقول لك ليه السنترلايز ممكن يبقى حلو دلوقتي يا مصطفى. دلوقتي مصطفى مثلا، انت يا مصطفى مثلا نفترض ان انت اشتغلت في قسم البطنه مثلا، قول الوحده الثالثه مثلا، طبعا بتوع البطنه دول قاعدين بيتفسحوا ليل ونهار، مفيش مرضى قد كده في القسم والدنيا هاديه، والمرضى ايه معظم اللي قاعدين يا دوبك على قد بالفايتال وتدي العلاج وخلصت الليله على كده، ممكن القسم كله يقعد لك طول الشهر على مريض او اتنين مرضى في قلب الوحده. حلو. الهيد نيرس موزعاك وانتم يا سلام كده متظبطين قوي ساتسفاي، احنا ما عندناش مرضى بنروح ايه كل واحد يمسك المريض من حته ويدي له الكير بتاعه. طب تعالى لي بقى شروق شغاله فين؟ شروق شغاله في الاستقبال اللي هو ما بين لحظه والتانيه، الاستقبال حرفيا بيتعجن، حادثه كبيره تحصل زي شفت حادثه القطر اللي كان في طوق، الاستقبال اتعجن وبيتهيألي كان للناس كلها، الناس ما فطرتش في رمضان وكانوا يعني قاعدين شغالين مع الحالات. دلوقتي لما الهيد نيرس يا مصطفى بتاع الطوارئ تيجي تكلمك انت وانت ممرض فوق في البطنه وتقول لك يا مصطفى انزل معايا هلب ساعدني وهات اتنين ثلاثه من زمايلك اللي في البطنه اللي قاعدين ما بيعملوش حاجه وما عندكوش حالات، تنزل اشتغل معايا وغطي في الطوارئ النهارده، هتقول لها ايه يا مصطفى؟ مش هعمل. ماليش دعوه ليا يا رستر. ايوه جميل، مالكش دعوه، انا ليا رستر والهيد نيرس عندي موزعاني وانا ماليش دعوه، صح؟ انما لو الهيد نيرس لو الدايركتور اللي موزع يقدر يشيل اي حد من اي حته يحطه يهلب ويغطي بيه المستشفى،
عرفت الفرق يا مصطفى؟ هو السنتراليز ده اكتر في اوقات الامرجنسي بيبقى كويس في كده، لان في ناس زي ما انت بتقول يقول لك انا مالي، انا ليا روستر ماليش دعوه، يا يجيبوا دكتور، ناس بس زياده انا بتكلم، ويحطوها في الطوارئ. في نقطه هنتكلم اللي هو عليهم وقت دلوقتي بالتفصيل يا مصطفى. انا ياسين عموما. تمام. لا اسف، ايه انت بتستفسر يا ابني في ايه؟ انا معاك اهو بقول في انا ايه اللي انت ياسين، عايزه. بقول انا ياسين عموما، بقول ياسين مش اسف. ياسين معلش، ما انا اللي اسفه. ماشي يا ياسين، هناخدهم واحد واحد اهو، يا ياسين او مصطفى، ونقول كده السنترلايزد اللي على مستوى المؤسسه كلها، واللي بيعمله مين اللي بيعمله عشان انا نسيت؟ ممتاز، حد في النيرسينج ادمنستريشن اوفيس هو اللي بيعمله. تعال نبص كده يا ياسين او يا مصطفى على الادفانتج بتاعته. قالت لك او اول حاجه خالص بيقول لك ايه، بروفايد ا سنترال كنترول اوف الاستاف. لا ده انا عندي سنترال كنترول على الاستاف. هل لما اقول لمصطفى سير البطنه وانزل الطوارئ هيقدر يتكلم ويقول لي حاجه؟ لا اتكلم وانت قول، قول بقى انا، قول بقى لا ده انا متوزع معايا روستر. لا ما تقدرش. البيرسونال كان بي ديستريبيوتد ان مور بالانسد مانر امونج النيرسينج يونتس اند الاندر ستافنج. الاندر ستافنج تمام، حته فيها عجز هنقدر نغطيها من اقسام ثانيه. ليه؟ لان هي عندها ايه، عندها البيج بيكتشر، عندها الصوره الكبيره بتاع الصف بتاع المستشفى كلها. عارفه النهارده يوم 10 5 كم ممرضه موجودين في المستشفى كلها ومتوزعين في اقسام ايه، وتقدر لو حصل عندي ده، هي بتبقى من اول ما بتيجي وهي عارفه يا قدر الله لو حصل حاجه في الاستقبال، انا عارفه انا هجيب فلان وفلان من قسم كذا وفلان وفلان من قسم كذا، هنزلهم الطوارئ. لو جه حالات للعنايه هاخد من قسم كذا وكذا، هي عارفه ليه؟ لان الصوره كبيره قدامها. معانا كده يا شباب؟ تاني حاجه في فيرنس، في عدل ما بين الناس. هي بقى لا تعرف شروق ولا تعرف هاجر ولا تعرف ياسين، هو كله بيشتغل 10 سهر و3 نبطشيه و10 الصبح، كله متوزع نفس عدد الشفتات. تمام؟ ادتنا اول اخر حاجه، تالت حاجه اللي هي ايه، عندنا الاوفر اول بيكتشر اوف الستافنج سيتويشن، عارفه الصوره الكبيره بتاع الستافنج، وضع الستافنج في المستشفى ككل. بتساعدنا في ميكينج ادجستمنت ان كيسز اوف النس او الامرجنسي او تشينج في الايه البيشنت كير نيدز. زي ما بقول حادثه حصلت في الاستقبال، هجيب ناس من وحده معينه انزلهم. في حالات كتيره جت النهارده في العنايه وفي ناس مثلا غايبه، يبقى لا ده انا هاخد من بتوع مثلا الاطفال ما عندهمش حالات، اوديهم النهارده العنايه يشتغلوا معاهم وهكذا. محدش يقدر يقول ساعتها لا يا مصطفى ولا يقول لي ايه انا ليا روستر. حلو. طيب اخر حاجه بيقول لك اليمينيت البيرسونال كونتاكت ذات ديفلوبز بين الهيد نيرس والبيرسونال. مصطفى ماشي يا مصطفى، مش طايق الهيد نيرس وقاعد لها على الوحده، وكل ما هتعمل حاجه قاعد يشكل فيها، لا انا مش عاجبني ده، اشمعنى اديتي هاجر، ها اشمعنى اديتي هاجر الوقفه وما اديتيهاش العيد واديتينا انا العيد، اشمعنى اديت ياسين مثلا اخر يوم في العيد واديتينا انا اول يوم العيد، اشمعنى سهرتي مثلا ولا اخر الشهر وانا ادتيني سهر في الاول. فهمني، في 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 كونفليكت كتير وكونتاكت كتير وكلام كتير، فده كله خلاص بيتقضي عليه. خلاص يا شباب الدنيا واضحه لحد كده؟ تمام يا دكتور نور. ماشي يا شباب. طيب الديسنترلايزد بقى اللي هو على مستوى ايه بقى الديسنترلايزد؟ على مستوى القسم اللي موجود. ايوه هيد نيرس اللي بتعمله. طيب ايه الادفانتج بتاعته بقى؟
اول حاجه allow الهيد نيرس تو بيز هير سكادجولينج بلان اون هير نوليدج اوف البيرسونال بيرسونال اسايند تو اليونت. هي عارفه كل واحد ظروفه ايه وعارفه النيدز بتاعتهم وتحاول على قد ما تقدر انها تحققها. ماشي يا شباب. عندنا بيرسونال فيل ذات ذي ار مور بيرسونالايزد اتنشن، عندهم بيحصلوا على مور بيرسونالايزد اتنشن. هي لما تبقى واخده بالها من هاجر وتشوف ايه الايه المشاكل اللي عند هاجر، وانا عارفه يا هاجر معلش انت عايزه تصيفي الشهر اللي جاي، فعارفه ان انت طالعه مصيف اخر الشهر، فهديك شفتاتك في اول الشهر وريحك اخر الشهر عشان تروح تصيف براحتها. هي كده ظلمتها او جت عليها، هي هتديها عدد شفتات زي الباقيين، بس بتاخد بالها بس ان عندها ظروف هتراعيها وهي بتعمل الشفتات. هي مش هتديها اقل من غيرها، يعني هاجر ومصطفى نفس عدد الشفتات بالظبط، ولكن مصطفى ريح في اول الشهر لكن هاجر هتريح اخر الشهر. تمام؟ ده طبعا بيبقى اسهل وليس كومبليكيتد ان انت تعمل على مستوى الوحده عندك 20 ولا 30 ممرض، غير ما تعمل للمستشفى كلها اللي فيها يجي 2000 ممرض. اكيد طبعا الاوفر لود طبعا هنا يعني لا يذكر بالنسبه لي ان انت تعمل للمستشفى ككل. ماشي يا شباب. طيب هل في ديس ادفانتج؟ اه في ديس ادفانتج للدي سنترلايز. ايه ديس ادفانتج اللي عندنا؟ كل هيد نيرس المفروض طبعا هتعمل الستافنج باترن بتاع الوحده عندها على حسب الناس اللي موجودين. ده هيعمل كونفليكت ما بين الاقسام وبعضها. ليه؟ لان الناس هتقارن. الناس هتقارن بعضها، لا اشمعنى انت جايبانا كده؟ طب ما تشوف الوحده الفلانيه المس عامله لهم كذا. معايا سنه رابعه؟ هناك مثلا لا ده بتديهم مثلا ما تخليهمش ياخدوا نبطشيتين في الاسبوع، بتخلي مثلا نبطشيه كل 10 ايام تديك واحده نبطشيه، اشمعنى انت هنا مدينا نبطشيتين ورا بعض؟ مع ان لازم هيكون في عدد الشفتات واحد، ولكن التوزيع. ودايما الناس بتحب تبص لغيرها وتقارن نفسها بغيرها، ما عندهاش الرضا الداخلي ان انا كوحده والهيد نيرس لينا ظروف معينه ولينا طبيعه شغل معينه، ما بصش على قسم تاني. طب ما تبص على بتاع الطوارئ اللي انت في البطنه، بص على الطوارئ كميه الشغل، بص على اللي في الدياليسز. في الدياليسز كنا بنقوم والله من بعد الفجر، احنا صارين كنا بنقوم من بعد الفجر نبتدي تهبر السرنجات وتعمل وتجهز المكن من بعد الفجر، واحنا شغالين بنجهز الحالات ونجهز المكن علشان الحالات اللي جايه ايه من بدري. الحالات كانت بتجي لك على الساعه 7 تبتدي ايه تركبها على حالات مثلا الغسيل وتغسل. ليه انا ما قارنتش نفسي وانا في الغسيل كده ومثلا مع بتاعه البطنه ما بصتليش ليه وانا سهرانه وهي سهرانه هناك ما عندهاش الا مريض واحد؟ اللي هيبص يبص على كله، على كميه الشغل اللي موجوده وعلى النيرسنج كير وعلى كله وعلى نوعيه المرضى اللي موجوده وغيره. فالناس بتبص لبعضها. تمام؟ طيب تاني حاجه اوقات بقى النيرسز مع بعضهم بيحسوا ان الهيد نيرس دي مش موضوعيه. لا في اللي هو ايه؟ عارف اللي هو التدخلات الشخصيه والاهواء الشخصيه بتدخل وانا بعمل. زي ما بقول اهو انا هدي كله النهارده الشهر ده عندنا مثلا قول مثلا الوقفه والثلاث ايام عيد يعني 4 ايام، وقول مثلا عندك ايه شم النسيم مثلا. فلا انا هدي حبيبتي اللي عايزه اريحها هديها شم النسيم، او اديها اخر يوم العيد واسيبها تقضي الوقفه والعيد مع اهلها، وشروق بقى قرفاني هقضيك خليك تقضي يوم العيد اول يوم، وانت يا مصطفى عرفني هتقضي الوقفه. هو انا كده مش انا اديت كلكم خدتوا يوم زي بعض في الاجازات خدتوه؟ بس ازاي خدتوه؟ مين خد يوم كويس زي يوم الجمعه، ومين خد اول يوم العيد، ومين خد الوقفه، ومين خد تاني يوم، ومين تالت يوم؟ اه دي بتفرق. ماشي يا شباب؟
طيب احنا كده تقريبا المحاضرة انتهت. تمام؟ نعمل كده سمري بسيط عن المحاضرة. ماشي يا نتكلم على الروستر. الروستر ده قلنا طبعا احنا بنوزع التمريض اللي عندنا شفتات معينة او عدد ساعات وايام معينة يشتغلوا. طب احنا جايين بنعمله بناخد بالنا طبعا من اعداد الناس اللي عندنا ونوعيات المرضى اللي موجودة وناخد بالنا عشان ما يبقاش في اوفر ستافنج او اندر ستافنج في القسم عندي. اخد بالي من الديز اوف ايام الاجازات وانا بعمل. اخد بالي من ان يبقى في فيرنس ما بين الناس وانا بوزع. ماشي يا شباب. اخد بالي ان يبقى في فليكسابيليتي كده واحنا بنعمل. حصل اي تغيير عندي يبقى في مرونه وانا بعمل. خلاص. ايه هي انواع الوركينج سكادولينج اور؟ قلنا عندنا ثلاث انواع من الاورز او نظام الشفتات بيشتغلوها ازاي. حد فاكر معايا الثلاثه دول كانوا ايه؟ نظام الشفتات مع بعضها بتتجمع ازاي؟ البلوكينج والسايكل والكمبيوتر. والسايكلينج والسايكليك والكمبيوترايز. البلوك قلنا الشيفتس كولكتد توجذر بتتجمع مع بعضها سواء الديز اون او الاوف، سواء الايام اللي هشتغلها او الايام اللي هريحها بتتجمع مع بعض ورا بعضها. تاني نوع اللي هو السايكليك قلنا ده في باترن بيعيد نفسه. مثلا هاخد يومين صبح ويوم نبطشيه ويوم سهر ويوم راحه مثلا. احط لنفسي باتر. ماشي يا شباب. وثالث حاجه اللي هو الكمبيوترايز ان انا بدخل داتا للكمبيوتر وبقول له انا عندي كذا وعندي كذا وعايزك تطلع لي الرصد. طيب الاوبشنز بتاع الاور عدد ساعات الشيفت ذات نفسه عندنا اربع اختيارات اربع حاجات اربع اوبشن. حد فاكرهم؟ الستريت اللي هو 10 ساعات اور وال8 اورز وال10 ساعات وال12 ساعه فين اور وال12 اور واللي هو مش منتظم يعني ممكن اوزعها. الريجولر. ممتاز دكتور. يا دكتور. نعم يا شروق. لو سمحتي هو في الستريت شيفت تمام في مثلا اللي هو بتاع السهر اللي هو من 11 ل 7 ونص فده معناه ان مثلا الممرضه بتكون واخده مثلا كل شفتاتها هتكون على بعضها مثلا اللي بتاخد الصبح تفضل واخده الصبح على طول ومثلا اللي بتاخد مثلا سهر بتاخده على طول. يعني هتاخد السهر مثلا اسبوع يا شروق يبقى هي كل يوم هتروح من 11 بالليل ل 7 الصبح سبعة ايام ورا بعض هتروح من 11 بالليل ل 7 الصبح. يعني اللي اتغير بعدين ان العدد بس بتاع السهر من الساعة كذا للساعة كذا. ان بس المواعيد اتظبطت بدل ما بتروح 11 بقى تروح 8 بس. صح ده اللي خلاص تمام. كده لا مظبوط خلاص تمام ماشي. بعد كده قلنا بقى على السيستم اوف ديفلوبينج التايم سكادجول. مين اللي بيعمل التايم سكادجول؟ في عندنا نظامين في سنترلايزد وفي دي سنترلايزد. اللي هو الدي سنترلايزد اللا مركزي ده على مستوى الوحده والهيد نيرس اللي بتعمله للتمريض اللي عندها في الوحده تمام. السنترلايزد او المركزي ده النيرسينج دايركتور او بيرسون حد في النيرسينج سيرفيس اوفيس النيرسينج سيرفيس ادمنستريشن اوفيس حد في اداره خدمات التمريض او مكتب النيرسينج دايركتور. وحد ده مش شرط ان يكون وان بيرسون ممكن يكون 4 5 6 10 عشان يغطوا. والعدد ده بيفرق يا شباب على حسب حجم المستشفى قد ايه. يعني لما نيجي المستشفى خاص مثلا تلاقي كل التمريض اللي موجود فيها 60 70 ممرض. طب ما ده يتعمل سنترلايزد هي الدايركتور اللي تعمله افضل ما انه ينعمل على مستوى الوحده. انما كده المستشفى زي الجامعه فيها 2000 وحاجه ممرض لا صعب ان ده ينعمل. فيفضل ان هو يبقى دي سنترلايزد وكل وحده بتعمل الروستر بتاعها. بس في حاجه بقى هنا في ده بتعمل الروستر وتنزل منه نسخه تحت عند مكتب التمريض.
هي برضو مكتب التمريض مش هي اللي هتوزع، بس لازم يكون عندها علم كل النهاردة مين اللي موجود في الأقسام، عشان لو حصل عجز تعرف برضو تقول مين يخرج من هنا يروح هناك، مين يخرج من البطن أو الأطفال يروح الطوارئ. ماشي يا شباب؟ هي ما بتعملهوش بس عندها نسخة، عشان يبقى هي قاعدة كده في الصورة وتبقى فاهمة المستشفى بتاعتها ماشية ازاي. ماشي يا سنة رابعة؟ يا دكتور احنا ممكن نسمي يعني في فين يعني مبقاش في حاجة مثلا نظام يكون كومبايند اللي هو جايب السنترالايزد والديسنترالايزد وبرضه يبقى ماشي من نفس السيستم. ثانية يا مصطفى، ثانية ياسين بعد إذنك. بقول ما فيش نظام يعني كومباين سيستم بيكون جايب السنترالايزد والديسنترالايزد بنفس النظام اللي حضرتك لسه كنت بتتكلمي فيه. لا لا لا، هو مثلا احنا النظام الثاني اللي بنقول عليه هو ديسنترالايزد، بتعمل انت الروستر بتاعك بس بينزل لمكتب التمريض تحت، يبقى هو بس هو مش بيتدخل ويقول لك اشمعنى انت جايب ياسين الاسبوع ده ولا جايب هاجر الاسبوع ده. لا، هو بياخد بس صوره عنده من الروستر، عشان لو حصل اي امرجنسي او حصل اي حاجه هو يقدر ياخد الناس من قسم لقسم يوزعهم، يقول لهم روحوا هنا انتوا هل، يقول له هاجر وياسين معلش تعالوا روحوا لي النهارده في الطوارئ لان في مثلا حادثه تحت. تمام. هو اللي وزع، ولكن من الرول بتاعه ان بيعمل موديفيكيشن ويشوف الصافنج في قلب المستشفى كلها. مظبوط. تمام يا ياسين. تمام. دلوقتي حلو، في اساينمنت مرفوع على المنصه. الاساينمنت في ايميل يا سنه رابعه، نحاول نكتبه كده مع بعض. نبص طالبه منكم يا سنه رابعه ان انتوا تعملوا لي ايه؟ تعملوا لي روستر يقف عدد النيرسز ومدياكم كل نفسها هتشتغل ايه، مدياكم الداتا اللي انتوا هتحتاجوها، وعامله لكم الجدول كمان اللي انتوا هتشتغلوا فيه. وانا هنستخدم اي طريقه ايه اجيبه له؟ واضح اللي انا فاتحه ده ولا الباور بوينت اللي شغال عندك يا شباب؟ الباور بوينت اللي شغاله لسه يا دكتور نور. طيب ماشي. طيب انا هحاول اجيب لكم اللينك بتاع الاساينمنت برضه، عشان لو حد منكم مش عارف يدخل على المنصه يجيبه. كم واحد منكم دخل على المنصه يا شباب؟ ما دخلش من اللينك اللي انا بعتاه. انا داخل معاكم. دخلت من على المنصه. دخلت من على المنصه. انا كمان يا دكتور داخله من على المنصه. انا بعت لكم دلوقتي الاساينمنت في الشات، بعت لكم اللينك بتاع الاساينمنت، بس لازم تدخل على المنصه علشان تعمل لي ابلود للملف ده. خلاص. الحاجات دي يا شباب عليها درجات من اعمال السنه، وشركتكم والحاجات دي عليها درجات من اعمال السنه. الاساينمنت اللي هيترفع ده هيتصحح وهبعت لكم درجات فيدباك بالدرجات بتاعته. فخدوا بالكم قدامكم تقريبا حوالي 10 ايام على حله، وكل ما هتحلوا احنا لسه واخدينه كده يا شباب هيكون افضل ليك. انت لسه فاكر المحاضره؟ هنقرا مع بعض السيتويشن دي واحده. بقول لك ان انت كهيد نيرس في الميديكال يونت 3 بطن الوحده الثالثه، ديزاين التايم سكادجول فور يور يونت، تعمل التايم سكادجول للوحده بتاعتك.
ومن خلال كده بقول لك كان عندك ايه التوتال ستاف 15 نيرس تمام. كل ممرضه هتشتغل 25 شيفت وهتاخد 5 شيفتات اوف تمام. ال 25 شيفت دول ايه هيبقى عندنا 10 شيفت داي صباحي وخمسة مسائي اللي هي الايفنينج وعشرة نايت شيفت. وسعملها لك الجدول بالتلاتين يوم وبالعشرين ممرضة. وبقول لك ارسم لي ووزع لي. فتاخد بالك ان كل يوم كده رأسي وافقي ان كل التمريض عندنا كل واحدة شغالة 25 شيفت منوعين ما بين 10 صبح وخمسة مسائي وعشرة نايت. وكل واحدة واخدة 5 اف. اليوم ذات نفسه ال 24 ساعة لازم يكون عندي ناس في الصباح وناس في المساء وناس في السهر. واضح كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام؟ دكتور يعني أنا لما هاجي النقطة نعم إيه؟ هاجي صححه يا دكتور لو سمحت أنا مش فاهم. نعم يا مصطفى. أنا الأسايمنت مين بتتكلم معاه بس أنا مش فاهم يعني ما مش سامع يا مصطفى على صوتك بعد اذنك. مش فاهم يا دكتور الاسايمنت فتح معايا على الورد بس انا مش فاهم هنعمل فيه ايه. ما انا بقول لك انت هتحط رموز. شفت بص يا مصطفى شفت اللي انا كنت عاملاه. هحاول ارجع لك بالسكرين شيء بالسكرين اهو. عارف اللي كان معمول عند السايكليك والبلوك نظام الشفتات ان انت بتوزعها انت هتحط لي الحروف بس. انا قلت احنا هنمشي باكس او ولا هتحط ايه الدي للدي والاي ايفنينج والان نايت والاوف سلاش شرطه كده. لحظه هوريك اهو معايا يا مصطفى. مش السكرين باينه ان احنا بنرجع؟ اه يا دكتور بتحمل. ايوه حاجه زي ده كده يا مصطفى. هتأدي الممرضات عندك من 1 ل 20 زي عزة وعولة ومنى بتحط انت ارقام بتحط الرموز زي كده. فهمت يا مصطفى؟ معايا ولا ايه؟ مصطفى احنا معانا 20 واحد في الاستاف بتاع التمريض يبقى المفروض معانا كل يوم معانا 15. وزع بقى وزع معاك الاستاف اللي عندك وزعهم زي ما توزع. المهم ما يبقاش يوم واحد يوم حاطط لي واحده نبطشيه ولا واحده سهر. اقل حاجه ثلاثه نبطشيه وثلاثه سهر. يعني انت هتقعد انت ترسم لي بقى وتوزعهم لي على مدار الشهر. ماشي يا مصطفى؟ جربوا وشوفوا وانا معاك اهو اللي عايز حاجه انا موجوده معاك. خلاص يا مصطفى؟ عشان الميتنج بس هيقفل دلوقتي. تمام يا دكتور. طيب دكتوره محضيه هتدخل معاكم الساعه 11 فاللي هو هتريحوا 3 دقايق وتخشوا معاها. تمام يا دكتور. هشرح لكم محاضره الستاف ديفلوبمنت. خلاص يا شباب؟ تمام يا ماشي يا شباب يلا.